دعاؤك على ابنك زلزال، يزلزل الابن، حسبي الله عليك. قلتها راح مستقبل الابن، الله لا يردك، راح. الله يريني فيك عجائب قدرته، أعوذ بالله، الله يجعل ويجعل. وترى بعض الأبناء الآن ضال ضايع، طلق من الحريم 4 وفصل من 5 وظايف، ولا كل ما طق باب انقفل، وكل ما راح شرق انقلبت عليه. تدرون سببها؟ من 30 سنة قال أبوه الله لا يوفقك، قالت أمه الله لا يردك، ومن فتح له باب. والأبناء يسمعون الآن، احذروا أن تتعرضوا لدعاء الوالدين، فإن تعرضك لدعاء الوالدين يدمر مستقبلك، يدمر مستقبلك العلمي والدراسي والوظيفي والأسري. لا يفتح لك باب، بل الله يعطيك حتى إذا شرقت بالنعمة أخذها منك. ليه؟ أمك حلوة اللبن داعية عليك.